Guten Morgen. هنتكلم النهاردة مع بعض عن دي فاكاس متل. دي فاكاس متل اللي هي وسائل المواصلات. طيب تعالوا نقولهم مع بعض. Der Bus. Der Bus. Der Zug. Der Zug. Das Fahrrad. Das Fahrrad. Das Auto. Das Auto. Die Straßenbahn. Die Straßenbahn. Die U-Bahn. Die U-Bahn. Der Bus, اللي هو الباص. Der Zug, اللي هو القطر. Das Fahrrad, العجلة. Das Auto, الكار, العربية. دي شتغاسنبان. دي شتغاسنبان اللي هو الترام, التروماي. دي أوبان اللي هو المترو الأنفي. دي شتغاسة. دي شتغاسة. ستريت. Der Platz, der Platz, Square, rechts, rechts, لهو right, links, links, left, dort, dort, يعني there, here, here, يعني here. أجنس كتب لي الكلمات pünktlich. Pünktlich قلنا اللي هو بمعنى منضبط. Links, rechts, Bus, Straßenbahn. Nummer 1. Entschuldigung, wo ist die Spiegelstraße? أين يكون Spiegelstraße؟ فقال ده وعمل لي سهم. السهم ده معمول على أنهي ناحية؟ على ناحية اليمين، يعني ده rechts. Ich komme mit dem Nummer 30. هنا الصورة ده mit dem ايه؟ Mit dem Bus. Das Training ist um 5. Komm bitte. التريننج التدريب بيكون الساعة 5. Komm bitte. وهنا بيأمره من فضلك تعالى ايه؟ Pünktlich. Wer ist das? مين ده؟ Wo? Da am Alu, das ist Lukas. عامل لي السهم هنا على ناحية الشمال اللي هو ده links. Nummer 5. Schnell, da kommt die. دي صورة ايه عندي؟ دي Straßenbahn. بعد كده هنتكلم عن أوت إن دا شتات، الأماكن في المدينة. دا زوبرماركت. دا زوبرماركت. دا بانهوف. دا بانهوف اللي هو ريلواي ستيشن، أي محطة. دي شولة. دي شولة. دي بوس هالتشتيلة. دي بوس هالتشتيلة اللي هو يا شباب موقف اتوبيس. هنا نيكي فليكت مت، هيسافر بي مت دم فلوجة سايك. هنا دي عندي صورة ايه؟ شتغاسن بان، فاقول افات مت دم شتغاسن بان. فات مد متسوق بالقطر. هنا هقول فات او جيت تسوفوس. لما بيجي حد بيكون رايح على رجليه ما بستخدمش مد، بقول تسو. يبقى فوس، فوس بيجي معاها تسو، بيجي معاها تسو. طيب عندي بروبوزيشنين مت داتيف، حروف الجر مع الداتيف.
اول حاجة خلينا نفتكر مع بعض ايه هو الداتيف. كنا قلنا ان احنا عندنا ارتكل في النوميناتيف، الارتكل دي بتتحول في الداتيف. بتتحول ازاي؟ يعني انا عندي الارتكل في النوميناتيف there, does, دي on دي بلغال. طب في الداتيف بتبقى ايه؟ ديم، الدير بتبقى ديم، والداز بتبقى ديم، والدي بتبقى دير، والدي بلغال بتبقى دين بلوس ان. طيب عندي بوبوزيسيون ميت اون دي تسو بيلدن ايما ميت داتيف، ودايما مع الداتيف يبقى ميت وتسو بيجي معاهم دايما داتيف. تاني يبقى انا عندي ميت وتسو بيجي بعديهم داتيف. يعني هنا كاتب لي بايشبيل ايش جيه ميت ديمبوس، يبقى جه بعد ميت داتيف. ايش فاغي ايما ميت دي اوبان، وهين جيز دو، انت رايح لفين؟ فعايز اقول الى السينما بس، وعايز استخدم تسو فاقول تسوم كينو، تسوم كينو. بعد كده بيقول لي فيا بنوتسيت فيرسس باكاس ميت الاردينت سو. لو غزموتا فيات ايما ميت دا اوبان، فين صورة الاوبان؟ هي هنا، ودي هو حللها لنا. نمرة سباي لو غا فيات ميت دا اشتغاسن بان، اشتغاسن بان فين هنا؟ أيوة هنا، تمام. لو غزفاتا فيات ميت دم اوتو، بو استي دي اوتو، اوتو. لو غس كوزينة كاتي فات من دم تسوك، قلنا تسوك اللي هو ايوه ترين، تمام. نما فونف لو غس براين زيمون فات من دم فغاد، بيست فغاد، فو است فغاد، اي. طيب انت اشتغايش جنس دي. طب نكمل الجدول. كاتب لي هنا في النوميناتيف ده تسو، في الداتيف لو انا عايزه اقول ايش فاغي هقول ايش فاغي ايه؟ مد دي متسوك، داس فغاد. في الداتيف ايش فاغي مد دي فغاد، دي اوبان، هو حللالي ايش فاغي مد دي اوبان. بوبوزيسيون مت، دي بوبوزيسيون مت اشتيت ايما مت ايه؟ بوبوزيسيون مت حرف الجر مت بيجي دايما مع ايه؟ ببني دايما مع ايه؟ مت داتيف، بيجي دايما مع داتيف. طيب ودي اجنسي دي زيت مت دي مت دي باسندن بربوزيسيون، هنكمل الجمل بالبربوزيسيون المناسب لحرف الجر المناسب. او يا 55 كيلو ايش موس اين ديت مخن، لازم اعمل دايت. ام رد علي اين ديت ايش بينس دو، كانوا بيقولوا انت بتهزر. ماخدو غليبه مياش بوت، العب رياضه احسن. في كومس دو دن تشول، كيف تاتي الى المدرسه؟ فاقول ايه؟ تسو تشول. رد قال له بص هحط، قال له رد قال له انا باجي بالباص، فهتبقى ايه؟ لسه قايلينها مد ديمبوس، يبقى مد معناها بي او مع، وتسو معناها الى. دان جيفوس، دان جيتسوفوس،
هنا ناقص تسو يا شباب. داس جيت نيشت إش براوخ إيد غايت إش منوتن، أنا محتاج دغايت إش منوتن مت قالو دان فا دوخ فغاد، قالو روح بالفغاد، فأنا عايزة أقول بواسطة أو بالفغاد، فهقول إيه؟ مدم فغاد. مد انفغاد، تمام. طيب لوكا ايش كان ديش هايتي نيشت اي ترينينج فاغن، انا مش هقدر اروح الى التمرين، فاقول هقول ايه؟ ايش كان نيشت، ايش كان ديش هايتي نيشت سوم الى macht nichts, dann fahre ich U-Bahn. U-Bahn, فأقول إيه بواسطة U-Bahn؟ mit der U-Bahn. Ja gut, du fährst bis Giesrichstraße. أنا رايح إلى Giesrichstraße. إلى، أنا هنا بقول إلى، فهتبقى zu der Giesrichstraße und dann weiter Bus Nummer 231. يبقى هيقول كمل بالباص mit dem Bus. بعد كده zum Mozartplatz. لي Mozartplatz. اوكي كيفن فيات أوتو، هو هيروح بالأوتو، فأقول مدم أوتو. alles klar. بعد كده نقرأ آخر جملتين. kann ich auch bei ihm mitfahren؟ ja klar, ruf ihn an, dann holt er dich bestimmt ab. Okay, vielen Dank.